رح نحكي عن تصريح ضريبة الدخل للأفراد والمكلفين بالضريبة على أساس الربح المقطوع. شو يعني الربح المقطوع؟ الربح المقطوع بيتحدد بموجب القرار رقم 283 صادر عن وزارة المالية لكل مهنة مهنتها. يعني مثلا مهنة الطب الربح المقطوع فيها هو 50%، بمعنى تاني انه كل لنقول مليون ليرة بيقبضها الحكيم بيروح منها 50% كلفة و 50% إيراد. على أساس هيدا الإيراد تحتسب الضريبة بطريقة تصاعدية. ضريبة بتبلش بنسبة 4% وممكن توصل ل 25%. مثل ما قلنا بيتحدد الإيراد، بتتاخد منه نسبة الربح المقطوع بحسب القرار 283، وتنحسب الضريبة على الشطور لتوصل بين 4 و 25%. أكيد هون في عملية تنزيل عائلي تحتسب على صاحب المهنة، 7.5 مليون عليه هو، 1.5 مليون على زوجته إذا كانت ما بتشتغل، و 500,000 ليرة على كل ولد لحديت الخمس أولاد. كمان هول الأولاد في شروط حسب بأي عمر وبأي مرحلة تعليمية هن. تتحدد هيدي الضريبة وبتتصرح بموجب نموذج في واحد. بيتصرح هيدا التصريح بعد منه إلكتروني، هيدا تصريح بعده ورقي بيتقدم عبر شركة نيبون بوست قبل 31 كانون تاني من السنة يلي بتلي السنة يلي عم نقدم عنا. يعني نحن هلأ رح نقدم تصريح سنة 2020. كمان بيرفق مع هيدا النموذج إلكترونياً تصريح ميم 18 يلي هو صاحب الحق الاقتصادي.